بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين الكورس تبعنا SNCF 300 710. هنكمل آخر فقرة في الـ Correlation، وهي طبعا بعد ما شرحنا الـ Rule Management والـ White Listing أو Compliance White List. صار لازم اليوم نخلصها بالـ Traffic Profile. شو الـ Traffic Profile؟ باختصار كمان نفس الشيء، الكوريليشن قلنا بتعتمد على ايفنتس ولوجز، بس الترافيك بروفايل هو شيء خاصه بانك تراقب الترافيك عندك مثلا بالشركه. واكيد كل شيء بقلب الكوريليشن فيك تعمل له انه يكون في له ريسبونس. قلنا الريسبونس عباره عن ايميل، سيس لوج، اس ان ام بي، تودي على نال راوت، تودي على ريميديشن اري ايز، تعملوا انه سكانينج، تحط له اتريبيوت. هذول الريسبونسز الموجودين عندنا، ماشي الحال. طيب الترافيك بروفايل انا عندي مربوط بشيء اسمه بروفايل تايم ويندو، اللي هو بي تي دبليو اختصاره. وطبعا في عندي فترات. فهو شو بيعمل؟ مثلا لو لكم انا حطيت البي تي دبليو لساعه، فبقعد هو بشيك هاي الساعة عند الترافيكس اللي حاصلة، وبقدر اعمل الرول اللي بدي اياها اللي خاصة فيها. تعال نحكي القصة ونشوف، بس هون شو في بالنوتس. ترافيك بروفايل، هي ترافيك بروفايل. ترافيك بروفايل is a graph network traffic based on connection data collected over profiling time window. حلو. نفس ما قلت لكم، هو قاعد عم بمسك النتورك ترافيك سواء كان جراف سواء whatever، وبوقت معين يعني، وبيصير يقعد يعمل كولكتنج للداتا، بيسحب الداتا. This measurement pre-assembly represents normal network traffic after the learning period. يعني بس يتعلم بوقت معين، بشوف النورمال ترافيك هي شو، وساعتها بعدين انا ك security engineer بقدر احط الرول اللي بدي اياها، انه انا بقدر اعرف شيء شو اللي مش الترافيك، الترافيك اللي مش يوجوال، اللي بيكون غير المعتادي، اللي فيها مشكله، اللي بدي السيستم يعمل لي اليرت عليها يعلمني فيها. ولك يو كان ديتكت abnormal network، النتورك اللي مش طبيعي ترافيك، باي ايفالويتنج نيو ترافيك اجينست يور بروفايل. حلو، زي ما قلنا بشوي. ديفولت البروفايلنج تايم ويندو بي تي دبليو is one week. هذا الديفولت، فيك تغيره طبعا زي ما انت بدك اياه. by default traffic profile generates statics on connection events generated. الـ traffic profile بيعمل لك احصائيات على الـ connection events، okay، اللي طلع لك اياها السيستم every 5 minutes interval. however you can increase this sampling rate to as long as an hour. في عندي sampling rate، مثلا انا مثلا خليت الـ PTW انه شيك لي خلال ساعة. هاي الساعة مثلا فيني احط انا الـ sampling rate مثلا كل 5 دقايق، فكل 5 دقايق السيستم بيجي بشيك، بياخد الاحصائية بحطها، بياخد احصائية لحتى تكمل الساعة. ممتاز جدا. تعال نشوف القصة عندنا هون. هنروح على الـ policies، هنروح على الـ correlation. بقلب الكوريليشن في عندي ترافيك بروفايل. حلو، انا هلا اخترعت وحده هون بالترافيك بروفايل على اساس بدها وقت لحتى تكمل وتصير. طيب خلينا نخترع مثلا ترافيك بروفايل، قلت له مثلا نيو بروفايل. خلينا نسميها مثلا، نقول له فيلان مثلا 10 TP Traffic Profile اختصار، سميها اللي بدك اياه. ماشي الحال. الرول تبعتي بدي اياها مثلا either اني عندي اكثر من شغله، عندي شيء خاص بالابلكيشن بروتوكول، ابلكيشن بروتوكول بوث انيشيتر اند اي بي ريسبوندر اي بي، اذا صار يعني اي شيء خاص بالترافيك صار بهدول المعايير حسب المعيار اللي انت بدك اياه. انا بس هخليها either انيشيتر اي بي او ريسبوندر اي بي. is in range اللي هو مثلا 192. خليني اراقب مثلا VLAN 10/24. اوكي، هذا هون البروفايل تايم ويندو، بقول لك بدك اياها خلال 1 week
one day يعني يوم اسبوع يوم ساعة، خليني على ساعة عشان بس نخلص، انا اصلا بس اخلص هاي بدي اعمل بوز لساعة بعدين ارجع لكم. السامبلينج ريت هاي كل 5 دقايق اخليه ينزل يجيب لي كوليكشن سامبل كوليكشن، خليني اقول له ماشي يعني في عندي 5 دقايق 10 15 20 لل 60، انا اخليها 5 لوجه السرعة. طيب نقول له سيف اند اكتيفيت. فهذا هذا البروفايل هلا بس عم بيراقب لي فيلان 10، ما عم بعمل شيء، ما عادي فيني بس اخليها هيك ما اربطها برود، اوكي فيني اتركها عادي هيك، وفيني مثلا اقول له اربط لي اياها بالرول اذا صار عندي شغله معينه. يعني مثلا لو مثلا بروح على الجراف، طبعا ما حنلاقي بالجراف اي شيء، بس نفرجيكم الجراف كيف شكله بيكون، نكبره بيكبر معنا ماشي الحال. فهون عندك الريسبوندر بايتس ماشي الحال، هذا التايم اللي عندي اياه وهذا البايتس. طبعا فيني اغير الاكس اكسس ديت ديت ويك اور داي انيشيتر يوزر اللي بدي اياه، فيني اخليها داتا سيت، فيني مثلا اعمل الفيلوسيتي ستاندرد فيلوسيتي، لو مثلا تقول له فيلوسيتي خلينا نجرب شو بيعطيني، اعمل اياه مثلا بهاي الطريقة، قالك تشينجينج ان بايتس بهاي الطريقة ماشي الحال تمام. خلينا نسكرها، وطبعا فيني اعمل برنت، فيني اعمل اكسبورت داتا، فيني اعمل اللي بدي اياه. فهون حيكون الموضوع كالتالي. طيب فيني اعمل مثلا بروفايل تاني خاصه بالابلكيشن، مثلا بدي اشوف اذا مثلا عندك ويندوز سيرفر، هذا ويندوز سيرفر مثلا انت متوقع انه مثلا يجي عدد كونكشن معين من عن طريق ال HTTP، وانت بتعرف هذا عدد الكونكشن، فما بدك اياه مثلا انه يحصل فيه مثلا مشاكل اذا زاد على الكونكشن، ممكن مثلا الهاكر يعمل شغله يعطيك مثلا في نوع من ال HTTP بيعمل لك اتاك عليه، فبصير يعطيك عدد كونكشن كثير، يفتح معك كونكشن كبير، ممكن يخترقك يسبب لك شيء اسمه denial of service attack ماشي الحال. فمثلا اذا اخترعنا بروفايل ثاني مثلا تقول نيو بروفايل، خلينا حنخترعه ونحاله وخليهن عاديين بعدين بنربطهم بالرول مانجمنت. مثلا لو قلت له كراك HTTP بروفايل، مثلا لو قلت له هو خاص بالابلكيشن بروتوكول، مثلا الابلكيشن بروتوكول بتلاقي مسحت لك كل الابلكيشن بروتوكول مثلا اللي ممكن يخطر، وين راح اللي ممكن يخطر على بالك، هون بتلاقي كلياتهم. فانا بس خليني احط له HTTP تمام. طبعا في عندك انواع كثير ل HTTP و HTTPS كذا حسب شو اللي بدك اياه، خلينا بس نقول HTTP، خليها كمان 1 hour والسامبل 5 دقايق، واللي بفتكر هيك تمام. اوكي وفي عندي مثلا رول مانجمنت، فيني اروح خلي مثلا اخترع له كرييت رول، فيلان 20، ترافيك بروفايل رول مثلا اني جروب، خليني اقول له if traffic profile changes صريحة. طيب هيقول لي اي traffic profile انت بدك اياه، انت عندك كتير، عندك 3، فانا بالنسبة لفيلان 20 اقول له initiator bytes، عندي مثلا initiator bytes responder bytes مثلا يكون هو فيلان 20 اللي اراقبه. اوكي في ريسبوندر بايتس، في عندك ريسبوندر باكيتس اللي بدك اياه، ريسبوندر بايتس مثلا ار جريتر ذان، على الستاندرد ديفيشن ولا على البايتس بدك اياها؟ الستاندرد ديفيشن هو عندك بالمخطط بالدايجرام، هلا بفرجيك اياه. فبصير يقول لك عندك بقسمها لاربعة مثلا ستاندرد ديفيشن، فانت مثلا اذا بدك اياها اكثر من 2 ستاندرد ديفيشن، او مثلا بدك اياها مربوطه بعدد البايتس حطه مثلا، اذا زاد عن عدد البايتس هالقد اعمل اياها،
تعمل تعمل الريسبونس تبعها. خلينا نقول له مثلا مبدئيا هون 2 ستاندرد ديفيشن وقول له سيف. تمام، نروح مع الترافيك بروفايل. شو المفروض هون يزيد لانه صار لي اكثر من 5 دقائق، المفروض كل شوي يعمل لي سامبلينج يزيد. هلا هذا 1 ويك، هذا بالغلط نعمل 1 ويك. تمام، بس ما فيش مشاكل، وكل 5 دقائق المفروض هاي القراءات تتغير. هاي القراءات المفروض تتغير، ما فيش مشاكل. طب خليني اعمل كان رول مانجمنت خاصة بال HTTP. بس قبل ما اروح اعمل خاصة بال HTTP خليني اروح على الكالي لينكس اعمل له HTTP traffic connection. لا خلصنا منه، ماشي الحال. كان في عندي تول اسمه HTTP ERF minus minus server. طيب السيرفر اللي بدي اشوف هذا، في عندي سيرفر جديد حطيناه هون، هذا اللي ما كان يشتغل معنا المحاضرة الماضية. خلينا نشوف الـ IP address تبعه، ناخذ 1030. ماشي الحال، دي 1030. خليني اجنريت عليه 192.168.10.30. ماشي الحال، وخليني اقول له ماينس ماينس بورت، ما بدي على بورت 80 لانه نادي HTTP يكون ماينس ماينس ريت، اعطيني 1 يعني 1 باكيت. اوكي، على نمبر اوف كونكشن، نمبر كونكشن مثلا نقول له كون 3002. كمان not found HTTP not found. طيب ظهر بدنا ننزله ولا شو؟ HTTP client، لا بدنا ننزل ال HTTP. طيب هلا بنزله على البوز الفيديو، بس خلينا نشوف هون صار في شوية تغييرات. اوكي، مثلا فيلان 10 صار فيها 8% هون. اوكي، فيلان 20 مش عارف ليش، بس مش مشكلة. خلينا نشوف الجراف. اوكي، فهذا المين تبع المتوسط تبعي، بلاش الفيلوسيتي، خليني اعطيها الستاندرد اشوف. مش مشكلة، هون في عندي standard deviation. في standard deviation تبع أول standard deviation هون ماخده المقطع ماخده، هلا كل ما تزيد بقوم بكبر هذا شوية صغير. بس أنا I want to generate traffic with HTTP. تمام، رجعنا هون للرول مانجمنت. صار عندي بال HTTP عندي شوية باكت 75% بعد ما طبق الساعة، وهذا صار 92%. طيب لو انا رحت مثلا فتحت على الفيلان 10، طبعا تحت هاي لاني انا مختار ال 1 ويك فكتير بطيء الموضوع، 1% خليها عندنا شغلات نطبق عليها 92%. خلينا نشوف الجراف. الجراف هون عم بقول لك بهذا المنظر. شوف صار عندك في ستاندرد ديفيشن 1، ستاندرد ديفيشن 2، ستاندرد ديفيشن 3. ممتاز. طيب انا الرول اللي حطيته حسب ما بتذكر، روح على رول مانجمنت، VLAN 20. أنا عملت على VLAN 20. لا خليني مثلا أعمل create role. خليني أقول له مثلا track أو VLAN
10 traffic profile. ماشي الحال. وبالترافيك البروفايل إذا أنا مثلا بقول له الترافيك بروفايل changes كان عندي responder bytes أو لا ليش initiator bytes initiator bytes عفوا اوكي هنقول greater than 2 greater than 2 standard deviation اقول له save نكمل كده سيف خلينا نروح على policy management خلينا نقول create policy VLAN 10 traffic profile traffic profile قول له add rule قول له VLAN 10 traffic profile هي هاي قول له add اعطيني ريسبونس ابعت لي ايميل لما يعني حيبعت لي ايميل بس يتخطى يشوف 2 ستاندرد ديفيشن وفوق حيبعت لي ايميل قول له سيف عفوا تمام صارت عندنا هون هذا هي enabled المفروض لا هون send receive خلينا بس لبعد ما يعمل send receive خلينا نشوف ال بالترافيك بروفايل تبعت ال HTTP اللي عملناها خلينا نعمل رول مانجمنت انا اعمل له شيء من قبل لا 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 لا, لا. اوكي خلينا اقول له كرييت رول الرول حتكون HTTP traffic profile ونقول له traffic profile changes HTTP traffic هقول له لما number of connection في عندي number of connections هون greater than كما خليها 2 standard deviation قول له save انا للفيلان 10 شو بس اتاكد عملت شغلي الفيلان 10 عفوا انا حاططها اتش تي تي بي ترافيك كمان لا قول له فيلان 10 تي بي هون اوكي تمام روح على البوليسي مانجمنت قول له كرييت بوليسي قول له اتش تي تي بي traffic profile هنقول له add role هيكون في عنا هون http وهنا traffic profile قول له add اعطيني response اللي هو email قول له update قول له save قول له enable تمام هنشوف الايميل بعد ما اجي شيء
لازم يجي، خلينا نشوف على الموبايل بيكون أسرع، أشوف إذا إجا. أوكي أنا على الموبايل إجاني. لا أنا إجاني على الوايت ليست بالموبايل. الموبايل ما إجا معناته في مشكلة. رحنا على الرول مانجمنت، ريفيجن 10، انيشيتر بايتس انا جريتر ذان 2 ستاندرد ديفيشن. طيب لو رحت على الترافيك بولز، الترافيك بروفايل هذا صار 100% هون. إذا initiator IP or responder IP is in range 10.0.1. طيب المفروض في ايميل يجيني هلا، يعني هو تعدل 2 standard deviation بين 10 ولو modify حاطط response email. المفروض يجيني ايميل، ما عرفتش ما عم بيجي. ترافيك بروفايل مرة تاني، حتى هون بال HTTP traffic أنا شو قلت له number of connection بال HTTP traffic profile number of connection أكثر من 2 standard deviation. HTTP في إيميل مبروكلي، يعني لو بعت لي إيميل المفروض يبعت، يعني المفروض هاي تكون إنه achieved نحن اللي بدنا إياه، لأنه هون على لو أشوف الجراف هون حتى عدل 2 standard deviation الموجود عندي. فهذا number of bytes، طيب number of bytes ال initiator طيب هذا بتراك شو قاعد تراك application protocol is HTTP صحيح، والرول مانجمنت حطيت اللي هو ال 1.2.10 وين ال HTTP profile. اوكي the traffic profile changes مفروض على HTTP مفروض يجي ايميل، يعني هيك لانه تعدل standard deviation 2 المفروض يجيني alert email. خليني اشوف اذا في شي بالاناليسز ممكن اشوفه. اناليسز بقلب الكوريليشن، لا ما في شي عندي خاص بالبروفايل. تكون بالايفنتس، الايفنتس عم بيصير في لوج اكيد، لانه عامل لي سامبل كوليكشن هي 10.31 كل الشباب عم تحكي مع بعض في كونكشن. طيب
برول مانجمنت بيزيدها من 10. الشاتر بايتس أكبر من 2 ديفيشن، صحيح. يعني الشاتر بيكون السورس، أنا بدي السورس مظبوط. لو ما في شيء غلط، يمكن معلق السيستم عندي أو شيء، أو الإيميل سيستم معلق، لأنه خلص هو هون الترافيك بروفايل عدل اللي احنا شفناه هون 100، فخلص أموره تمام. وأنا قايل أكتر من 2 ستاندرد ديفيشن، ولو احنا بنشوف هون هو أصلا واصل 3 ستاندرد ديفيشن، فأنا قايل له 2، هو أكتر أصلا من ستاندرد ديفيشن، فأنا قلت له greater than or equal. لا ما المفروض، بس اخر تشيك عشان نشوف ال تي بي في لون 10. انا شو قايله؟ قايله the initializer bytes is are greater than، طب خلينا نقول or equal كمان 2، بس مع انه ما خصني هو صار اكتر من. قول له سيف. ما هو بده ار ايكول، ما بعرف، بدنا نشوف. طيب تمام، عشان القصة بس نفرجيكم سنة في الايميلز اللي بيعطي جنريشن. هذا ال HTTP traffic، هذا ايميل، الايميل الثاني هذا خاص بترافيك تبع فيلان 20، هذا هو ترافيك البروفايل. تقدر تشيك عندك الشركة تبعتك، الأجهزة، الشبكات، إذا في شيء مش اعتيادي، زي مثلا ترافيك أنت بتعرف مثلا إنه عندك ويندوز سيرفر مثلا بيستقبل مثلا ترافيك بطريقة مثلا معينة، مثلا باكيتس بطريقة معينة، تقدر تتحكم بهذا الشيء. لما تشوف unusual فيك يبعث لك إيميل، أو فيك مثلا تبعته على eyes أو null route إلى آخره. إن شاء الله الدرس يكون عجبكم، لا تنسوا تدعمونا بسبسكرايب ولايك وشير، وإن شاء الله نشوفكم بدرس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.